انطباع وحيد ومعطى مقلق جدا. عائلات عربية. عائلات عربية و42% بالنسبة للعائلات المتدينة في الوسط اليهودي 17%. العدد مقلق جدا، يعني إذا بنأخذ في الحسبان أنه ما يقارب المليون شخص في دولة إسرائيل عايشين في أمن غذائي منخفض، يعني إحنا بنحكي على أشياء أساسية اللي مش موجودة في البيت. تخيل إنه ممكن أولاد بوصلوا للمدرسة بدون غذاء، بدون وجبة. اللي إحنا كمان مرة حكينا هاي شغلة أساسية لازم تكون في كل بيت، والإشي مقلق بالنسبة للعدد الموجود كبير. يعني أنا ممكن كان في معطى ثاني، يعني إحنا إذا بناخد تل أبيب 3%، فبين 3% من تل أبيب لمنطقة الشمال 47%، الفرق شاسع. نعمل مع العائلات اللي معاشهم منخفض، اللي معاشهم من مؤسسات التأمين الوطني أو البطالة. نشعر في هاي القسم من الناس اللي هن وضعهن منخفض جدا، ولكن اليوم هاي المعطيات أنا إذا بتعلمني شغلة بتفرجيني إنه في كمان أشخاص أخرى، ناس عائلات اللي متواجدين في البلاد بس إحنا ما بنعرف عنها، يعني عائلات مستورة الحال اللي مش معروفين لمكاتب الشؤون الاجتماعية بس بيعانوا من مشكلة غذاء. يعني إذا بناخذ في الحسبان إحنا في مكتب الخدمات الاجتماعية بنعرف ما بين 20 ل 25% من السكان، معطى زي 47% بفرجينا انه في كثير ناس احنا ما بنعرفهم. فعشان هيك الشغلة مقلقة. انا ممكن افهم الشغلة لانه مش كل الاشخاص اللي بحاجة بتوجهوا الى مكتب الشؤون، بس الامر مقلق عشان هيك كمان بالذات. هي الحلول هي زي خد اكامول واستنى. الحل انك انت تنطي وجبة مرة في الشهر هو مش حل جذري. حتى لو انت بدك تنطي وجبة، فالوجبة لازم تكون مرفقة في خطوات اخرى، في فعاليات اخرى، في مساعدات اخرى، مربوطة في مؤسسات اخرى. يعني انك تنطي الوجبة ما هو حل. يعني احنا في مثل عندنا، احنا بننطي السمكة بس ما بنعلم البني ادم يعرف يصطاد. الهدف تبعنا انه نعلم البني ادم هو يعرف يصيد السمكة مش ياخذ السمكة منه. الحل اللي معروض هو اكامول، الوضع على ما هو. الحلول الاخرى اللي انت سألت عنها، انا دائما بحكي وانا دائما بخص فئات المسنة وخاصة في الوسط العربي. يعني عندنا المسن بعيش على مخصصات التأمين الوطني، فبده يدفع الفاتورة، بده يدفع الضريبة، بده يدفع المي، بده يدفع الكهرباء، بده يدفع الفواتير اللي موجودة عليه. ففي الآخر بيصير يعمل حساب يشتري الدواء ولا يأكل، لأنه ما فيش عنده هاي الإمكانية إنه يطور نفسه. فهاي الإشي مقلق جدا كمان بالنسبة لهاي الناس. يعني ممكن مسن عنده أهل بيته بيساعدوه، بس مسن اللي وحيد في عنده مشكلة كبيرة. الحلول الأخرى اليوم أنا بسأل، إحنا مواطنين دولة، الدولة هي اللي مسؤولة عن كل الخدمات الاجتماعية اللي موجودة في البلد، فليه الدولة من الأساس ما بترفع مخصصات التأمين الوطني للمسنين؟ يعني رفع المخصصات بتأهل المسن إنه يتصرف بشكل أكثر حر، وبما في ذلك التأمين الغذائي تبعه. نأخذها كمان للعائلات، مخصصات البطالة أو الافتتاحات النساء أو الإصابات، يعني هي مبالغ جدا زهيدة. وإذا بتقيم الأولاد والمصاريف اللي موجودة عليه من ضرائب، من كهرباء، من مي، فإيش بده يضلل له؟ وعادة نوعية الأكل بتصير تتدنى، يعني ما بيقدر يشتري كل أنواع الأكل، فهو بيشتري إشي لإقامته، لإعالته. الحلول اللي موجودة أخرى، حل ثاني، إحنا اليوم في قسم أقسام الخدمات الاجتماعية في عنا مراكز تدعيم، مراكز تدعيم لعائلات اللي عندهم مشاكل، احنا بنعلمهم كيف يحلوا مشاكلهم، كيف يتوجهوا لسوق العمل، كيف يرتبوا حياتهم بشكل افضل. اليوم انا فهمت انه 1 مليار شيكل
الحكومة أمضت لحل المشكلة لمستراد أبنين لوزارة الداخلية. حسب اعتقادي وزارة الداخلية غير مؤهلة إنها تعالج. وزارة الرفاه الاجتماعي عندها الخبرة وعندها القدرات إنها تحل هاي المشاكل، فممكن يكون حل إنه الميزانيات تتوجه لوزارة الرفاه لمراكز التدعيم اللي تأخذ هاي العائلات وتعلمهم كيف إن يعيلوا نفسهم وكيف إن يعيلوا حالهم في المستقبل ويدبروا حالهم بشكل شخصي.